توم جيري، سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة الكوميديا اللي ضحكات الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، كل شي كيعرفها. المشهد اللي شفنا ناقصها شي حاجة، نرجع نشوفوه مرة أخرى. بلا شك عرفتوا شنو هي الحاجه اللي كانت ناقصه في المشهد، او نقدر نقول اللي كتعطيه اكثر جماليه، الموسيقى. الموسيقى اللي كانت سبب رئيسي في نجاح هاد السلسله الكوميديه الكرتونيه، وتفاعلنا معها جميع. هاد السلسله المسليه ما كانش فيها حوار، الموسيقى لعبت دور الحوار. الموسيقى لعبت دور مهم في توصيل الفكرة وفي التعبير عن العاطفة وتسلسل الأحداث، وارتبطت في أذهان الصغار والكبار في أوقات ملأة بالفرح والمتعة. كانت اللغة المستخدمة هي الموسيقى للتعبير عن حالة الخوف، الفرح، الانتصار. الموسيقى عندها تأثير كبير على نفسية الإنسان وعلى سلوكاته وعلى ردود أفعاله في مواقف مختلفة، وهذا شيء طبيعي حيث الإنسان موجود في كون كله موسيقى. تغريد الطيور، حفيف الشجر، خرير المياه، صوت المطر، بالإضافة للأصوات اللي كتصدر على الآلات اللي صنعها الإنسان باش يحقق اللذة الجمالية عن طريق حاسة السمع. فالموسيقى في أغلب الأحيان كتكون مرتبطة بإيقاع، والإيقاع قريب من الإنسان لأنه قرين العقل الرياضي، وأيضا قرين بالنظام اللي مفروض بالطبيعة على الإنسان. علاش؟ حيتاج دقات القلب، لولا انتظام الإيقاع ما غاديش يكون القلب سليم. الشهيق والزفير منظم بإيقاع أثناء المشي والنوم والركض، وحتى الركض والمشي تهو فيه إيقاع. إذن أصوات الآلات زائد الإيقاع كيعطيونا ما يسمى بالموسيقى. الأساس في الموسيقى واللي كيخلي النفس تقبلها هو الانسجام بين النوتات الموسيقية. إذا عرفنا أن الموسيقى مبنية على جوج ركائز أساس، النظام والانسجام. بالنظام والانسجام كتخلق فينا الموسيقى أحاسيس مختلفة. Thank you.
وإلا كان هذا المقطع وحنيكم بالحنين أو شيئا ما بالحزن، غادي نخليكم في نفس المقطع تحسوا بالفرحة.